محمود، احنا لازم ننتهز فرصه وجودنا في وسط عيله عبد العال النهارده ونتكلم معاهم في موضوع نبيله. يعني انت ما لقيتيش غير اليوم اللي عبد العال وعريفه فرحانين فيه بخروج جلال من السجن علشان تنكد عليهم فيه؟ ما انا ما اقدرش استحمل اشوف بنتي في النار اللي احنا رميناها فيها بايدينا ونقف نتفرج. اسماعيل بيضربها يا محمود، بنتك بتضرب، ولو ما خلصناش الموضوع ده النهارده مش هنعرف نخلصه. ولا عايزنا نستنى لما اسماعيل يرجعها العزبه بالعافيه؟ انا ما صدقت انها قدرت تنزل مصر عشان تستقبل جلال وهو خارج من السجن. بس مش ممكن هنطلقها بعد ما خلفت. يجرى ايه بعد ما خلفت يا محمود؟ ما عبد العال نفسه طلق نفيسه ومخلف منها ولدين، ورئيفه كانت مخلفه من جوزها قبل ما تتطلق منه. انا ما اقدرش اسيب بنتي في اللي هي فيه ده، دي بنتنا الوحيده يا محمود. هتكلم مع عبد العال. شكرا. مستحيل، مش ممكن يكون ده حقيقه. معقول الصدق يستقيل؟ عبد العال هيفرح قوي بالخبر ده يا حكمت. ياه، اخيرا يا صدقي. صباح الخير عبد العال، قريت جرايد النهارده؟ ايوه. مين كان يتصور ان الخلاف بين صدقي وبين الملك علشان تعيين حسن صبري وزير للماليه ممكن يؤدي الى استقاله صدقي والملك يقبل الاستقاله؟ لا لا، بيقال ان في سر ورا الحكايه دي والانجليز وراها. وبعدين انا سمعت ان عبد الفتاح يحيى هو المرشح لتشكيل الوزاره الجديده. ده معقول؟ ده راجل كل اهتماماته في الشياكه والعياقه. طيب هنتقابل طبعا في سجن طرع علشان جلال. ايوه بس ساعدك كتير وكون هناك. لا، في واحد من الضباط هكد لي معاك. انت بتكلم مين تاني يا عبد العال؟ احنا كده هنتاخر على جلال. طيب لا ماشي، ده انا بكلم محمود بتفق معاه. تعالي كلمي بابا. الو. ايوه يا بابا. انا قلقانه قوي يا عبد العال، عايز ما تكلمني وقال لي هيجي في قطر بالليل عشان يقابل معانا جلال وما جاش لحد دلوقتي. المهم مشاعره عصمه تتغير قوي. ده مش اسماعيل اللي مش كفايه عليه انه مش جاي، كمان عايز يمنع نبيله انها تيجي. امال هدى فين؟ هدى يا سيدي عماله تقلع فستان وتلبس فستان، محتاره تختار ايه تقابل بيه جلال. المشكله مش في كده، المشكله في مشاعرها المتلخبطه دي، مش قادره تعرف ابدا انه مش قادر ينسى نبيله. انا نبيله اللي صعبان عليا، مش عارف اعمل ايه علشان ارضيها. ولا انا اسفه يا بابا على التاخير، الفساتين كلها ضاقت عليا، الظهر اني تخنت شويه. صباح الخير. اسف ان انا اتاخرت. صباح الخير يا بابا الباشا. اهلا يا حبيبي. الف مبروك لجلال. شكرا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك. الحقيني يا ست نبيله. في ايه؟ في ايه يا ست اميره سخنه قوي؟ صدقي ده الغم اللي حط على قلب مصر. قوم صدقي لي يا باشا للنحاس قلب اللي هتحزن الغم جامعة. يا عم يلا تعالى بس، تعالى شوية شاي يا عمولة يا عم عويس. يلا اشرب وزقطك كده وفيدها، ما تبقاش نيجاتيف يا عم سلطان. زقطت انت يا شمروك اللي قول لي فين الواد الصعيد ابو دبورتين؟ هو مش كان جه امبارح بالليل؟ ادعي للست بتاعته يا عم عويس. يا مين جه امبارح عشان مراته تدوري؟ ربنا يقومنا بالسلامه يا رب. الحمد لله فاطمه ولدت. مبروك يا امين. مبروك يا اخوي. الله يبارك فيك يا نوار. مبروك يا سيامين، جالك ولد. حلاوتك يا ام عبده. مبروك يا امين. ربنا يكرمك يا ابو مصري. هطمن على فاطمه. اطمن اخوي. ممنوع يا حضره الضابط، مش هتقدر تدخل الا لما نسمح. يعني ما اطمنش على فاطمه؟ بتحبها قوي كده يا امين؟
مبروك مبروك يا امين، جالك واد زي القمر شكل امه. روح راضي مراتك في كلمتين بدل ما تقلب يومك غم. اجل انا بيدي ايه بس اعمل يا بركات. كفالة شر يا سحني، عاتبك ليه؟ صبحة هامل المطبخ دلقيته، وروح ساعد انصاف في العجام. ربنا يهدي سركم كلاتكم يا رب. حسنية معقولة تزعل في يوم زي ده؟ مفيش حاجة يا نور، أنا بس فضية وهبقى كويسة دلوقتي. أنا معرفش أقولك إيه، كنت فاهم إن السنين الطويلة اللي عشناها ويا بعض خلت كل واحد منين يرضى بالتاني على حاله. قلت حسنية راضية بيا قبل إبراهيم، راجل يرعاها ويرعى مصالحها. انا اللي غلطت يا نور مش انت، انا اللي رضيت اخدك على ضرة، ويا ريتها ضرة عايشة كنت عرفت اخد حقي منك زيها على الاقل. انما زينة ماتت، ماتت يا نور وخدتك انت كلك مني. املي زينة لحالها يا حسنية، انا مش هبرتكيش على حاجة واصل وما تحبتش عليك. انت عارفة من الاول من قبل ما نتجوز باليمين اللي قطعت على روح لزينة. انا يا نور ابقى ايه؟ صبرت عليك كتير وقلت يمكن السنين تنسيك زينة وتحس بيا وحب ليك، لكن مفيش فايدة. ده انت حتى الكلمة الحلوة ما بتقولها ليش، خايف لزينة تسمعك وتزعل منك. ما عنديش حاجة اقولها ليك يا حسنية، عندك بركات اخوك، قولي لها على اللي يريحك وانا هنعمل. ليش مستعجل هالقد؟ راح لداود الحرام اللي عرف يستغفلني وكله بسببك. ايش يعني؟ داود يا هانم طول المدة اللي فاتت دي بيشتغل من جوه مكتبي مع الانجليز لحسابه، وانا نام على وداني. واحد موظف في بنك مصر قابلنا امبارح قال لي داود كل يوم بيحط في حسابه فلوس بالهبل. ليش ما بتطرده من المكتب؟ يا سلام، واسيبه يختمني على قفايا، ياخد فلوسي وخبرتي ويشتغل بيهم في السوق واسكت انا. وانت يا هانم ايه اخرتها مع العيال الصيع بتوعك دول؟ اخرتها هيودوك يودوني بستين داهيه. الجماعه اللي بساعدهم يا شفيع دول مش صيع، دول وطنيين. وطنيين ايه بس؟ دول شيوعيين عايزين يغيروا نظام الدنيا اللي خلقها ربنا. يا سلوى صدقيني لو الحكومه شمت خبر هيروحوا في داهيه واحنا هنتجرجر في الليل. يا سلوى انت لسه صغيره وخبرتك بالدنيا قليله. انا ما قلتش لا في الرأس بتاعك اللي انت مسمياه رساله. ماشي يا ستي خليكي برسالتك، بس بلاش تفتحي علينا باب احنا مش قده. العروبة حلم اغلى من روحي يا شفيع، ورسالتي مش فن وبس. انا ما غصبتك على اشي، لو خايف على نفسك ممكن نسيب بعض. داهية وطبقت على دماغي يا اسماعيل بيك، داهية وطبقت على دماغي. في ايه يا رزق؟ اجرى انت فاهمني يا سعاده بيه، البوصله جاب الجريده دي وبيقول ان صدق باشا السجائر. يعني زمان ساعات الباشا عمل اللازم لازم يشيلني من عموليتي. طب اهدى اهدى واقعد، اكيد في حل. حل ايه بقى يا سعاده بيه؟ واللي كان سندنا روح داره، واللي كان كان. انا ما كنتش عامل حساب اليوم ده، ده انا ما لحقتش يا ولاد اعمل حاجه. ما تهدى بقى يا رزق. الله، انت هتفضل تندم كده زي الستات؟ اهدى خلينا نفكر بهدوء. يا بلاوي شيل الاكل ده. سليم اعمل لي كاس. مين يا رزق في الناحيه دي؟ وفد جديد. يعني ايه شديد يا بيه؟ يعني له وضعه يا رزق وعلاقته قويه بالنحاس باشا. وبي انا كمان يا بيه شديد، اعرفه يعرفني مليح، الحاج امام ابو العلا بتاع اسيوط. خلاص تنزل فورا لاسيوط وتقابل اللي اسمه امام ده وتخليه يضمك لعضويه الوفد، ومن هناك تبعت تلغراف تهنئة للنحاس باشا بمناسبة استقالة صدقي وتبين له تأييدك. يلا بسرعة رزق، يلا بسرعة مفيش وقت. فريرة يا بيه فريرة.
كاسك يا سعادة البيه. ايه يا سليم، فين التجار اللي هيشتروا المحصول؟ اتأخروا قوي. معرفش يا بيه، مش معقولة يتوخروا كده، ده بيهم جاب له نافع وخلص معاهم. يعني ايه؟ الراجل ده مش هيبطل يبعوص عليا؟ روح اندهله وياك يكون عملها. صباح بالخير يا سعادة البيه. فين التجار؟ جم يا سعادة البيه، وأنا خلصت معاهم كل حاجة، والحمد لله السنة دي ربنا فك الأزمة والمحصول جاب جيه مليحة قبل. جاب ولا ما جابش يا بني آدم؟ أنت إزاي تقابل التجار وتخلص معاهم؟ أنا مش متفق معاهم قدامك إنه يقابلوني أنا. يا بيه، هو اللي خليك توجع راسك ويا الخلق دي وتناهد معاهم؟ ده حتى مش مقام سعادتك. خلاص، حط الفلوس اللي انت خدتها من التجار على الترابيزه وروح شوف شغلك. ايه؟ التجار ما دفعوش فلوس؟ دفعوا يا بيه دفعوا، من بكره باذن ربنا هيحملوا المحصول دغري. وحضرتك عايز كام؟ عايز كام ايه يا بني ادم انت؟ انت هتصرف عليا ولا ايه؟ لا سمح الله يا سعاده البيه، مش القصد. بس حضرتك سمعت سعاده الباشا هو هيقول قدام حضرتك المحصول يتباع والفلوس تروح تدورها على مصر كيف ما بعمل طول عمري. في ايدك تبطل تنحشر بيني وبين ابويا. العزمه دي بتاعتي زي ما هي بتاعت ابويا بالظبط، وانت بتشتغل عندنا احنا الاثنين. هات الفلوس، ومن النهارده مالكش دخل بعلاقتي مع ابويا. ما اقدرش يا سعاده البيه، ما اقدرش واصل. أرض الباشا أمانة فرغتي، كيف ما حضرتك أمانة فرغتي، وحتما علي يحافظ عليك وانت التنين. أنا هو بكرة عبد الله مصر وأقول الباشا يعفيني من المزارة دي عشان يعملها حكاية ويجي جاري وما خلصت منه. هات الفلوس يا بني آدم، ومصر دي رجليك مش هتعتبها، ونفذ اللي بقولك عليه وإلا هضربك بالرصاص. اقتلني اقتلني يا بيه اقتلني، لكن الفلوس ما عندهالكش، الفلوس عندها سعادة الباشا في مصر. كيف ما امرني؟ حمله يا سعادة البيه، حمله. نافع عنده حق، دي اوامر الباشا الكبير وحتما لازم ينفذها. يلا يا خال نافع، روح لمصلحتك، روح لحالك يا بوي. ايه اللي انت عملته يا حيوان؟ ازاي نسيب نافع ينزل مصر ويقابل الباشا ومعاه فلوس وبشكوته المره مني؟ وايه اللي هيخلي نافع يتدلى مصر من اصل يا بيه؟ نافع حكم على روحه بالموت، والبلد كلها تعرفه باللي بينه وبين رشاد وعبد الرزاق. يبقى كده ضربنا تلات عصافير في حجر واحد، وكفايه قرف نافع وخوف سعادتك من رشاد وعبد الرزاق اللي حرمين سعادتك تخرج برا القصر من يوم ما رجعت العزبه. نفس يا سليم، بس مش عايز الزفت وكيل النيابه ده ابن الباشا يجي هنا ويحقق معايا تاني. ماير يا حبيبي، انت وحشتني قوي، بس مخصمك بقى. معقولة تلات ايام ولا اشوفك ولا اسمع صوتك؟ ده انا كنت هتجنن. هتيجي امتى؟ يوم الحد؟ هو انت مش نبطشية يوم الحد؟ مش عيب عليك لما تشتم الانجليزي قبيح. هشوفك امتى يا حبيبي؟ اوكي، عايز ام علي بس كده؟ ام علي وام شيرين كمان. اوكي، سي يو، باي باي. صباح الخير يا فريدة. استني 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 استني. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ فريدة حبيبتي لازم تعترفي بقى انك كبرتي وعجزتي، ومش لازم ابدا تضحكي على نفسك. مراد، انت لو ما بطلتش الاسلوب المستفز في الكلام ده انا هرميك في الشارع، وابقى خلي القرشين اللي انت فتحت بيهم رصيد في البنك واللي قووك عليا ينفعوك. معقولة؟ هو انا اقدر برضو استغنى عن فريدة نور عيني وروح قلبي من جوه؟ بس انا يعني صعبان عليا سيرتك اللي بقيت على كل لسان دي. حق البلد ملهاش كلام دلوقتي الا عن غرامياتك الملتهبة مع الواد الانجليزي ده اللي اسمه ماير. كنت فاهمة ان فضل في وشك شوية دم تتريق بيهم على روحك مش عليا. ما تخافيش يا فريدة، التريقة لسه ما ابتدتش.
احنا ياما هنتريق على بعض كتير بعد كده. غرجتك تهية في شكلك. خبرك ايه يا مسعود؟ الفرصة جات بحديد بطن يا رشاد. رزق خارج من داره هيدلع اسيوط. هم بينا على عبد الرزاق والحقوا الجبان ده في طريق المحطة. وقد صرح دولة عبد الفتاح باشا يحيى في مكتبه برئاسة الوزراء بأنه ماض على ذات نظام سلفه، وأبدى تقديره الكامل لدولة صدقي باشا ودستوره. هنا القاهرة. أنا آسف يا نبيل، آسف على كل العذاب اللي سببته لك وسببته لنفسي معك. رغم إن حاجات كتير حصلت لي من لحظة خدعة إسماعيل الحقيرة في الكونتيننت، لأن الكابوس الفظيع ده زي ما هو بيحصرني بيخنقني، لكن اطمني يا نبيل، اطمني، طلائك من اسماعيل انا المسؤول عنك. خير يا هدى؟ انت مش كنت داخله جايه المكتب؟ اللي طلعتي حبيبتي ورجعتيني. اصل جلال قاعد مع نبيله يا ماما. وفيها ايه لما يقعد مع نبيله يا هدى؟ اقعد يا حبيبتي. اولا اسماعيل من ساعة ما اتجوز نبيلة وجلال بقى أخوها وبس. على العموم جلال لازم يتجوز، وانتي كمان يا هدى. كفاية علينا قوي مشكلة نبيلة اللي مش عارفين هنحلها ازاي دي. عن إذنك يا ماما أنا لازم أروح الجرنان. حبيبتي انتي مش قلتي مش رايحة النهاردة؟ افتكرت حاجة مهمة يا ماما، هروح عشان أخلصها. انا اسف قوي يا ماما. ليه بس؟ في موضوع مهم جدا كنت عاوز اكلم حضرتك فيه، وبتهيألي مش هلاقي فرصه احسن من كده، لان مسافر بكره العزبه عشان التجار اللي جايين يشتروا المحصول. خير يا حبيبي؟ في ايه؟ هو طلب بايخ شويه، بس لو حضرتك مش موافقه بلاش. انت عارف كويس قوي ان انا بقيت اثق فيك، وعمري ما هرفض لك طلب. انا سعيد قوي بثقه حضرتك فيا، ومتشكر على كل اللي عملتيه علشاني مع اني ما استاهلهوش، بس انا محتاج ان حضرتك تاكدي ثقتك فيا وتاكدي وجودي. انا عاوز اقول لكل الناس ان العزبه دي زي ما بتاعت امي بتاعت انا كمان، واني مش مجرد موظف فيها ولا حته عيل مرفه امه بتملى فراغه بادارته لارضها. عايز توكيل مني لاداره العزبه بس؟ خلاص يا حبيبي، بكره الصبح هعمل لك توكيل لاداره العزبه وخده معاك وانت ماشي. من غير ما تراهن يا محمود، أنا متأكد إن حكومة عبد الفتاح يحيى دي مجرد سد خانة. الإنجليز والملك حطوه لغاية ما يعيدوا دراسة الأمور من أول وجديد لصالحهم. يعني الأمور هتبقى أسوأ مما كانت بكتير. الإنجليز لا يمكن هيسمحوا بعودة الدستور 23 اللي هو كان ثمرة تافهة لتصريح فبراير اللي الظروف أجبرتهم عليه. إحنا لازم نتحرك قبل ما يجيبوا محمد محمود يحكم من تاني. يبقى كاننا سيبنا صدقي عشان نجيب صدق جديد يحكمنا. يلا بينا على بيت الامه. انا لازم اكسر الحصار اللي فرضينه النقراشي واحمد ماهر ومكرم عبيد حوالين النحاس باشا. ايوه يا عبد العال، بس احنا برضو كده ما اتكلمناش في اللي جينا هنا عشان نتكلم فيه. لان انا متاكد ان كلامنا مش هيجيب اي نتيجه. يعني ايه يا عبد العال؟ اسيب البنت تموت ولا تتجنن؟ الله، لازم ابنك يطلع بنتي يا عبد العال. لازم ازاي؟ مين اللي هيكرهه؟ انا ما اقدرش ارغمه على طلاقها، والمحكمه كمان مش هتحكم لها بالطلاق، وانت عارف كده كويس. انا هسافر له العزبه، هحاول اساومه، هحاول اشتري منه حريه نبيله باي ثمن. عملتوا ايه؟ شكلكم عيجول، رجعتوا كيف ما رحتوا؟ هملنا في حالنا يا مسعود، رزق كان جوه تعبنا، لكن الغفر كان حواليه من كل جهه. ابا تقوموا تهملوه يتدلى اسيوط الحاله؟ قصدك تقول كنا نتدلى وراه على اسيوط؟ فاتت علينا دي. قوم بينا يا رشاد، رزق معايا عاود يشمدوه التاني واصل. تحت امر سعادتك يا بيه. فين داود؟ ما هو لسه ما جاش يا سعادة الملك.
انا جيت. صباح الخير يا شفيع بيه. طب روح انت دلوقتي. خير؟ قالوا لي ان حضرتك قالب عليا الدنيا من الصبح. كنت فين يا داود؟ كنت في عمارة الجيزة. لسه فيها شغل؟ يعني حبة تشاطيب كده. كدابة يا داود، عشان صاحب العمارة كان لسه عندي دلوقتي وكان بيشكيني ان مفيش حد راح يشطب. بتشتغل ايه من ورايا يا داود؟ هشتغل ايه من ورا سعادتك؟ ما الشغل بقى معروف اهو، وقال على رأي المثل ادي غنمتك يا جوحة. جوحة؟ جوحة يا داود الكلب؟ بعد ما عليتك وكسبتك فلوس عمر اهلك ما كانوا يحلموا بيها؟ الفلوس اللي عندك في بنك مصر دي جبتها من ايه؟ من الانجليز، من شغلك من ورا ظهري مع الانجليز، مش كده؟ ولنفرض انت مسيبت الشغل ده عشان خاطر عيون ست سلوى؟ ايه زعلك بقى من كل ان انا اشتغل مع الانجليز ولا ما اشتغلتش معاهم؟ ولا يعني كنت عاوزني اشتغل معاهم واجيب لك انت الفلوس؟ انا لو مش عارف انك انت ندل وممكن تروح تقول لها من ورايا علشان اتنهي انا في مشاكلي معاها واسيب لك الشركه تعمل فيها اللي انت عايزه، ما كانش حاجه في شغلنا اتغيرت. انا شفيع يا هبل. بقول لك ايه، نص الفلوس اللي لميتها من ورا ظهري دي وحطيتها في حسابك في البنك تروح تسحبها وتحطها في حسابي انا. ده اذا كنت عايز تاكل عيش معايا، ما زوائل اللي هتبقى انت اللي جنيت على روحك. اسمع يا شفيع بيه، بلاش نخسر بعض احسن. الفلوس دي انا اللي جمعتها بشغلي انا، ما حدش ليه الحق فيها غيري انا، وانا تحت امر سعادتك لو هنرجع تاني نشتغل مع الانجليز. بالطبع سلوى هانم مش هتعرف حاجه ابدا عن الموضوع ده، واظن كم الف لا راحوا ولا جم مش هيسووا عندي سعادتك عيون سلوى هانم، ولا ايه؟ طب امشي غور، امشي غور. انا ما انتهيش فعلا. رزق انك عاوي يقبل كعضو جديد في الحزب. الله، ده راجل قاذر وطول عمره ملوش في اي شيء، لا سياسه ولا غيره، مفيش غير الاجرام وبس. وبعدين صدقي باشا عينه عمده رغما عن ارادتي. طبعا بعد ما استقال صدقي باشا كان لازم يجري على الحزب عشان يلاقي ظهر يحميه، وانا واثق ان الولد اسماعيل ابني هو اللي ورا الحيله دي. تفكير غريب، عايز يلم الحقائق والاوهام كلها في سله واحده من غير معنى، لمجرد ان الحزب يبقى كبيره بس. طب حد فيكم يعرف ان الانجليز بيدبروا تدبير شديد جدا عشان نرجع اسوأ بكتير من اي وقت فات؟ انا عارف ده كويس. بيرس لورين مش هيرجع مصر مندوب سامي تاني، الانجليز هيودوه سفير ليهم في تركيا. يبقى الحل الوحيد قدامنا دلوقتي هو الحكومه الائتلافيه. احنا منتظرين الانجليز يقتنع بالمفاوضه الموضوعيه. لما مجلس العموم يضغط على حكومته عشان يتفاوضوا معانا من جديد، اهم الف مره من الائتلاف الحكومي. المفاوضه الموضوعيه يبقى هنستنى طول العمر يا باشا. مصطفى باشا بيسعى عشان المديريه ترفع عنك المراقبه يا عبد العال باشا. هو عارف حاجه عن اللي بيعمله عبد العال؟ طمن يا محمود، ما افتكرش انه عارف حاجه. هو ده بقى الموضوع اللي مضايقك يا شفيع بيه؟ ودي سهل عليا يا باشا، ده استغفرلي، كرتني على قفايا الند. يا شفيع، داود ده يهودي مهرب. ريلاكس يا اخي، تعامل مع الموضوع بهدوء اعصاب. يا سلام، ده انت ايام زمان طلعت لي كله في نفوخ يا راجل بسبب هدوء اعصابك واستهتارك بكل شيء. ولا الحب يعني هيخليك تنسى طبيعتك الجميله كمان؟ شوف يا شفيع، داود ده ممكن يسيبك في اي وقت ويروح يشتغل مع الانجليز لحسابه، ومش هتعرف تاخد منه لا حق ولا باطل. انسى بس انت الموضوع الهايف ده، وتعالى نتكلم في الموضوع اللي انا جاي اكلمك فيه على مستقبلك. وانا كنت خلصت منك انت كمان، ما انت لميت لسالوا على الشيوعيين دول يعني كلها يوم والتاني، وحلق نفسي انا وهي معاهم في ابو نكله. هو انت مالكش حق ودي بقى يا شفيع بيه؟ انت نسيت انا مين ولا ايه؟ انا مراد ثابت، يعني ما العبش غير على الكسبان. ما تخافش، ما حدش هيقدر يهوب ناحيتك او ناحيتها طول ما انا موجود. المهم يا اخي خلينا في اللي احنا فيه. افتح الخزنه وطلع لي قد 5000 جنيه وقوم معايا بسرعه. ومعاك على فين يا باشا؟ على زكي الابراشي، نظر الخاصة الملكية. الله، انت مش عايز تبقى بي رسمي ولا ايه؟ بتتكلم جد يا باشا؟ وهقولها لك زي ما بتقولها لي، يا شفيع باشا وبالفم المليان. اما حق لو ده حصل
هتبقى عملت لي خدمة العمر اللي مش هنساها طول عمري. ده جزء من دينك عندي. بس على فكرة أنا عرضي كده لسه ناقص. إيه رأيك نبقى شركة؟ شركة في إيه يا باشا؟ الله ما تتخضش قوي كده يا عم شفيع. أنت عارف أصل بعد اللي حصل لي ده وضعي الاجتماعي زي ما تقول اتهز شويتين. فعشان أقدر أكمل مشواري معاك ونفرح بيك وأنت باشا كبير، وعشان أنا كمان أقدر أوصل اللي أنا عايزه، أنا بقول يعني محتاج إن يبقى ليا وضع ولو مؤقت بطريقة سورية كده. وأعتقد إن من مصلحتي ومصلحتك إن أنا أبقى شريك معاك في شركتك ولو بنقول 10%، ويا سيدي تبقى تاخد عليا كمبيالة. ها إيه رأيك؟ موافق يا باشا. طب يلا جميل هات الريشة والورق. لطفية ازيك يا عم؟ ازيك انت يا لطفية وازاي الولاد؟ كويسين، لكن كل اللي تعبني كنت بسألهم عليك يا علي. هترجع لنا تاني امتى يا علي؟ هرجع فين بس يا لطفية؟ البوليس بيدور عليا في كل مكان. ده انا المرة اللي بقابلك فيها بعمل فيها المستحيل. طب ما تشوف لنا مكان غير دوت نتقابل فيه. احنا بنقعد مع بعض قد ايه بس يا لطفية؟ دي كلها دقايق، يا ريت ما حصلها دقايق. خدي دي الشهرية اللي بداني عبد العال باشا، هات للعيال كل اللي نفسهم فيه، ما تخليهمش يحسوا بأي تغيير عما كنت معاهم. حد شافك وانت جاية؟ لا اطمن. المهم انت عامل ايه؟ انا الحمد لله كويس. يلا بقى قبل ما حد يشوفك معايا. مع السلامة يا علي، خلي بالك من نفسك. مع السلامة لطفية، مع السلامة. علي 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 يا سالم. الله ايه يا حاج؟ انا مش علي. لا انت علي. الله ايه حلو. ازيك يا علي؟ ازيك يا احمد؟ انت لسه هربان من البوليس ولا ايه؟ يظهر مش هفضل هربان كتير ما دام عرفتني بعد كل اللي انا عامله في نفسي ده. صدقني يا علو محدش يقدر يعرفك غيري. جرايه يا عم انت ناسي ان احنا كنا اصحاب ولا ايه؟ يا علو يا علو طول عمرك وطني والله، وطني وشريف يا راجل. بس يا خساره مش عاوز تقتنع بافكارنا وتشتغل معانا. صدقني يا علي اللي احنا بنعمله ده لصالح مصر، تغيير حقيقي. اسمع انا عارف ان انت دلوقتي خايف ومتوتر. الكارت ده بتاعي، اذا تشتغل معانا انا هضمن لك مكان امين وفلوس كويسه، هضمن لك كمان موقع ممتاز جدا في التشكيل الجديد اللي احنا بنعمله، تشكيل عربي مش مصري بس. نقدر نطلعك انت ولادك فلسطين، سوريا، لبنان، فرنسا، او حتى روسيا اذا حبيت. ارحم عن البركات، ارحم عن، ارحم عن، ارحم عن البركات. في اولى حلواني ومعايا اهل الحته نطلين ضرب في واحد خواجه ومعاه بنت صغيره كده الزر انها بنته. الكلام ده بيحصل فين يا اولى؟ عند بيت عم سلطان يا معلم. تعال معايا. ايه الكلام ده؟ روح خواجه. لا 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 تعال تعال. حلواني حلواني ما يصحش كده. سيب الراجل، سيب الراجل حلواني ما يصحش. ما سيبوش جرمات يا معلم، ده كسوس. الله مين قال انه كسوس؟ احنا هنقتل في خلق الله كده من غير بينه؟ ده كسوس يا معلم. انت عارف اول ما ينزل الشارع سال عن مكاني لكبيت اخبار الحاره لفارس نمر بتاع جرام مقطع ما احنا طردناه. لا 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 مش كسوس، انا بحب مصر، بحب اظهر، انا جاي اعمل لوحات انا وانا مش كسوس. طب خلاص صلوا على النبي، صلوا على النبي. تعالى معايا. الصلاه والسلام فين؟ تعالى معايا هنروح القهوه عادي. الواد الهوسين مش جاسوس. انا واسع واسع يا جدع. لا اله الا الله. اتفضل اتفضل مطرح اتفضل. يا اهلا وسهلا ابداع. يلا اخويا كل واحد يروح لحاله. يلا مش عايزين حد هنا. يلا قول لي بقى خواجه انت تبقى مين؟ انا معلم، انا اسمي جورج، جورج اندرو ليداك، اسمي يوناني، انا فنان رسام، بحب مصر ومصريين، بحب كل حاجه هنا، احب اهرام الجيزه، ابو الهول، ازهر، خان خليلي. انا جيت انا وبنتي ايفيت عشان نعمل رسومات اثار ازهر. انا مش كسوس. دي اوراق، دي الوان عشان ارسم. احنا جينا هنا كسر غوري عشان ارسم. هي الحاجات دي اللي هتثبت انكم الجواسيس. خواجه ده وبنت حكمة نسلمهم للجسم او هم المطرح ده ويبعدوا بعيد عننا. صلي على النبي. انا اقعد اقعد اهدى بس اهدى.
معاك باسبور يا خواجه؟ ايوه ايوه في باسبور. ايفيت الباسبور. ايفيت باسبور. باسبور اهبيني. البيانات صحيحه زي ما قال الخواجه. على والد. نعم. بعد ما ياخدوا الشاي خدهم على قصر الغوري ريحهم اخر راحه. شكرا معلم بركات. اول صوره ارسمه هيكون صوره بزيت والوان كبير لمعلم بركات. عاوزين بقى نستريح بعد القلق خدناه في الازهر، بس برضو انا بحب مصر والمصريين. ايفنت يلا. اتفضل. لا اله الا الله. حسناء جابت لك سيره على اللي حصل بينه وبينها؟ لا نوار، حسناء اصيله. عالم ابو مصري. ما قدرش نستحمل روحي على اللي عامله وياها. وفي حاجه بينك وبين حسنين يا اخوي؟ دي ست مفيش زيها. دي هي وست انصاف شايلين فطن على كتفه الراحه زي ما يكون اختهم اكتر. بس ملهاش بقى في تامين. لو اخوي مزعلها يبقى محجوج لها. محجوج ليه يا امين؟ انا مهملكم معاود الدكان. هملت الزباين وحدهم وجيت على ست الخواجه ده. يا سعاده البيت، يا سعاده البيت، في ناس معين بيه. في ياسين رشاد وعبد الرزاق ما لقيتهمش في البلد واصل. ناس من اهل البلد هيقولوا ان هم اتدلوا في القطر المجبل. بتقول ايه؟ نزلوا في القطر المقبل؟ يبقى اكيد نزلوا ورا رزق. وهنتصرف يا بيه كيف دلوقت؟ نافع هيكبض باقي الفلوس من التجار في المصر وهيتدل مصر في قطر الليل. رزق مش مشكله عندي يا سليم. انا هبقى اكلم المامور اخليه يتصرف معاهم. لو رزق مات يغور في 60 داهيه. انا اهم حاجه عندي رشاد وعبد الرزاق. لازم يروحوا في داهيه سواء قتلوا رزق او ما قتلوش. نافع، نافع لازم نخلص منه، مش لازم ينزل مصر. يبقى ما فيش قدامنا غير الجبل يا بيه. جبل ايه يا مغفل؟ ما انت عارف هلال بياخد مننا فلوس كل سنه عشان يحمي العزبه واهالي العزبه. قول لي، هو حد قال للنافع على اللي عمله رشاد وعبد الرزاق؟ ما عرفش يا بيه. إذا كان علم أو معلمش. وهتفرق إيه يا بيه؟ هتفرق كتير يا سليم. رشاد وعبد الرزاق نزلوا ولا رزق أسيوط من غير ما يعرفوا هو رايح فين. فبالطبع هيعملوا له كمين عند المحطة، والبوليس كمان هيعمل لهم كمين هناك. لكن نافع بيحب أهله، ولما يعرف إن أنا بلغت المأمور أكيد هيجري عليهم عشان ينبههم. صح يا بيه. طب وبعدين؟ بعد كده بقى الموضوع عليك يا سليم. هتنزل جري على اهل العزبه بتوع النهارنا وتفهمهم على اللي حصل، وتقول لهم كمان على اللي عمله رشاد وعبد الرزاق، وتفهمهم ان انا بلغت المامور. هما اكيد هيروحوا يقولوا له. وانت بقى هتتمشى وراه، ولو نزل اسيوط من غير ما حد يشوفك ولا يحس بيك تقتله. ولما تقتله في اسيوط ترمي البندقيه دي. مفهوم؟ يلا استنى. استنى. خد، خلص عليه بالمسدس ده، محدش عارف ده بتاعك ولا بتاع مين. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. يا اهلا. ماشي كده يا خواجه؟ يلزم بقى اي خدمه مني تاني؟ ميرسي. هلواني. هلواني دي يعني ايه؟ يعني بتاع الحاجات الحلوه يا حلوة. مرسي هلواني بتاع الحاجات الحلوة. امسك هلواني. هلواني انا عايز انت يساعد انا، يعني جبتوا اكل جبتوا شرب حاجة زي كده. دي جنيه بقسيس عشانك. بس اسمع، اوعى تقول معلم بركات او حد من الازهر انك بتاخد فلوس، بعدين ما يخلوكش تيجي هنا تاني. انا حبيته هلواني كتير كتير، مستحيل اتخيل اني مش شوفه تاني. هتشوفيني على طول على طول. ايه؟ ايوه ايفات، بقينا في مصر، حطينا رجلينا في اول طريق. صحيح طريق صعب، لكن ايفات لازم نمشي فيه للنهايه. هملين يا طريه، الخلقه في الرادار مستنياني. الهي يسترك يا ابوي، ادل على مصر وهم الرشاد وعبد الرزاق لقدرهم. ما منوش عايز الكلام ده، عايز انا اسيب ناس على حبل المشنقه وانا في مقدور اساعدهم. لا يا ابوي، يا ابوي هملهم يا ابوي. يا خوفي عليك يا ابوي، يا خوفي عليك. مساء الخير يا سلام. ايه
لسه زعلانه مني؟ مانيش زعلانه، كل واحد له اختيار. وانا ما اقدرش اختار غيرك انت يا سلوى. طردت داوود؟ هطرده. خلاص انا رتبت كل حاجه مع مراد باشا. شفتي؟ شفت انا جايب لك ايه؟ مانيش من اللي بيتصالحوا بالهدايا يا شفيع. دي مش هديه الصلح وبس يا سلوى. شفيع بيه بيقدم لك هديه البهويه الرسمي. بكره الصبح هيصدر مرسوم ملكي ببهويه كوسك. ما بيهمنيش غير انك تكون مصري يا شفيع. 10 دقايق والمرسح هيجهز يا اسطى. مهم هسيبك انا مع احلامك وانزل تحت في البطلون مع الرفقاء. حكمان الرفيق اللي لازم افضل كابس على قلبهم للنهايه. سلام عليك يا باشا. يا سلام عليك لو بعتهم عن طريق سلوى، ساعتها احبك بصحيح. لغايه دلوقتي لسه ما حبتنيش يا شفيع. في اخبار مهمه وخطيره مفيش حد في مصر يعرفها. الملك فؤاد مريض، وده معناه ان هيبقى في مرحله انتقال او مرحله فوضى، فلازم ننتهز الفرصة ونقوم بعمل مظبوط ومنظم. وانا بقى جاي عشان اقول لكم تحطوا فين رجليكم بالضبط من غير ما تتعوروا. اعتقد ان الدكتور احمد الاسيوطي ممكن يقول لكم على محاولات الشيوعيين الفاشلة قبل كده في مصر. كانوا بيعملوا ايه يعني؟ شوية منشورات هايفة؟ مصنع يعمل غاغة بعد كده البوليس يروح يحصد العمال بالرصاص؟ مش كده يا دكتور؟ يا باشا المرحلة دي ما احناش واقفين لوحدينا. الحركة دلوقتي بقى لها أكتر من جهاز قوي في أكتر من دولة. هنستفيد من أخطاء الماضي. عيوننا المرة دي على كل حاجة وكل واحد، وأولهم اللي هيحاول يخوننا. أرجوك حاول تنسى الماضي بتاعي معاكم يا دكتور. أنا كان ليا وظيفة بتفرض عليا التزامات وواجبات عصيبة، لكن دلوقتي أنا بشتغل معاكم. مفهوم مفهوم خي مراد مفهوم، بس ما بدنا نضيع الوقت في حكي فارغ ما له لازمة. شوفوا إيش رح نسوي. قبل ما تتكلموا في أي حاجة، أول خطوة لازم تعملوها مش نغمة الطبل والزمر بتاعت زمان، لا، لو عايزين تبتدوا صح دلوقتي لازم تبتدوا من وجع مصر والعرب كلهم. الاستعمار وحلم الاستقلال والحرية هي دي البداية الصح. عمليات فدائية ضد الإنجليز، وبعد كده منشورات تعلن عن مسؤولية حركتكم عن العمليات الفدائية دي. صح الكلام؟ تمام مراد. وانت ما تتكلمش ليه يا عم جميل؟ تمام سيدي تمام. حلو قوي. انتوا لازم بقى تتفقوا هتعملوا ايه، وانا بكره الصبح بعد الساعه 12 بالكتير هكون موجود عندكم هنا ومعايا اخبار تهمكم قوي. جيت انت بقى يا عم كوريال وجيبك مليان، هتسمع اخبار تمنها غالي غالي قوي. ده عاشر شاي ولسه ولد الفرتوس ما ظهرش واصل. جايز راح حته تانية. الخوف لا يبيت عند اللي دل عنديهم. قاعدين له حتى لو عايبات شهر بحاله. الشاي بلدينا. شايف التنين دول؟ من ساعة ما قعدوا مرانا ما قاموش، عينهم ما تنزلش من علينا واصل. يا عبد الرزاق انت روخر، تلاقيهم صيع ما حدهمش شغل واصل، ولا تلاقيهم حرامية فاكرين ان معنا فلوس كتير ومستنينا نقوم يجوا يسرقونا. وقع في المصيا ده رشاد، والله زمان يا رزق. حاسب يا رشاد، حاسب يا عبد الرزاق، ما تضربوش نار يا ولد، ما تضربوش نار. البوليس حيجيب رجالكم كلكم، وعبد الباشا كان البوليس عليكم. يا راجل اهرب من هنا، اهرب اهرب من هنا، اهرب. مش مالكم بحكاية الراجل الرسام اليوناني ده؟ في كتير من الأجانب بيحبوا مصر وبيحبوا آثارها وعارفين قيمتها وقيمة آثارها. إحنا مننا عايشين فيها على طول، ما بنقدرش نشوف قد إيه جميلة زي ما هما بيشوفوها. بعد إذنك يا سعادة الباشا،
مصر الحرة النهاردة مش هتتكلم في الشغل. النهاردة هنحتفل بجلال وبخروجه لينا بالسلامة. لا يا علي، الاحتفال بيا لازم يكون بعملية تهز مصر كلها وتهز الإنجليز اللي بيحاولوا تجميد كل حاجة في مصر. هو ده الحديد الصح. أيوة بس احنا هنعمل ايه يا جلال أكتر من اللي احنا بنعمله؟ بابا مفيش حاجة هتوقف مصر الحرة عن كفاحها إلا الموت أو الاستقلال. مركز القيادة الإنجليزي هيتنسف مرة تانية عشان المندوب السامي الجديد يجي ومعاه أوراق التنازل عن السلف الإنجليزي. على كل حال اعملوا اللي انتوا عايزينه، وانا حاسس ان انا تعبان وعايز اروح، لان انا لازم اسافر لعزم بكره. بابا بابا ارجوك، حضرتك تعبان وسفرك لاسماعيل ده مش هيجيب نتيجه. الحل الوحيد هو اللجوء للقضاء، القانون هو اللي لازم ياخد حق نبيله، الا اذا كنت حضرتك عامل حساب الشوشره. انا خلاص ما عادش يهمني، حتى لو حصلت شوشره المهم ان نبيله ترتاح، انما القانون مش هيعمل حاجه لاسماعيل. على كل حال خلصوا انتوا شغلكم، لما ترجعوا البيت انتوا ده هتلاقوني في اوضه ال الحضن. حضنك يا حره والعشق زادك وزادت